تحية طيبة أحبتنا مشاهدي قناة سامراء الفضائية، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله من ضمن جولتنا المستمرة في محافظتنا العزيزة محافظة كركوك. نطلع عليكم اليوم من على ضفاف نهر دجلة الخير برفقة أهلنا وناسنا الإكرام، فحياكم الله. بداية نسمع الكلمة ترحيبية من عمنا ومرافقنا بهذه الجولة المعزب أبو وضاح. حيا الله عم العزيز، يا مرحبا. نرحب كل الترحيب بقناة سامرة وبرنامج تراحيب، الله يعزك، والقائمين على البرنامج كل من الأخ محمود الدهيمة، الله يعزك، والأخ أيهم الفارس. ونرحب كل الترحيب بالضيوف الكرام، الشيخ أبو مصطفى عبد الرحمن الحامد المساري، والأخ المبدع غزوان العبيدي، والنعم والله والنعم. ونرحب كل الترحيب بالأخ أبو شهم مردان العادل الترك العبيدي ابو شهم. ونرحب كل الترحيب ابو علاوي حسين الصالحي، الله يحييهم. والله محيي الضيوف الكرام وكل اهل بيكم، الله يحييهم، الله يحييهم. واقول لكم اي محمود الدهيمه اها يلوق للترحيب، الله يعزك، لان منبع اصل ويفوح من الطيب، الله تشرفنا بقدومك انت ومن تحب هلا وكل الاهل بقناه سامر، يا حياك والله يا بعد راس تعيش ابو وضاح، انت العايش، بارك الله بك، الله يديمك ويحفظك، اهلنا اهل الملقى الحلو والله ونعمين، تعيش ابو وضاح، الله يحفظك ويبارك بك. حقيقه عد ما كانت بدايه جولتنا اعزائنا المشاهدين لمحافظة كركوك، رافقنا من محافظتنا محافظة صلاح الدين عمنا وشيخنا أبو مصطفى الشيخ عبد الرحمن، حياك الله يا أبو مصطفى. الله يسلمك، تحيا الله يعزك وأنت لسان حالنا وتوجه لأهلنا الإكرام بكركوك. الله يحفظكم وإحنا ممنونين جدا، الله يعزك. بداية أهلا وسهلا بكم يا حياك الله، وطبعا باسمكم باسم قناة سامرة وباسم عشائر صلاح الدين نشكر أهل العباسي، أهل الكرم، أهل الحويجة، وأهل كركوك بصورة عامة. أي والله، وأهل الشجرة. أشكركم جميعاً على الكرم، وحقيقة شفنا منكم شيء يعني يفرح الصدر. أي بالله. ونشكر الأخ الشيخ عامر المزهر أبو وضاح، الله يحفظه أبو وضاح، بارك الله بكم على هالاستقبال الطيب وعلى هالملقى الحلو. جزاكم الله خير، الله يحفظك، بارك الله بك، تعيش وتسلم شيخنا العزيز أبو مصطفى، الله يحفظك. خلي نحول المايك لأخونا غزوان. بهذه اللحظات أعزائنا المشاهدين، بما أنه إحنا على ضفاف دجلة الخير وهذه الأجواء الجميلة والطبيعة الخلابة، خلي ننتقل إلى أجواء البادية وأجواء الريف، وتحديدا مع آلة المطبق، مع اخونا صفوان واخونا غزوان العبيدي، حياكم الله. حيا تحيا ودوم، يا مرحبا لكم الجو، وننتظر الابداع. يلا لنصب لك مراجيب، لنصب لك مراجيب بجبل حمرين، بجبل حمرين لنصب لك مرا 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 مراجيب. لا ولا عيون بجبل حمرين لنصب لك مراجيب، وظل دروب ملفك مراجيب. ألعاب من عدهم ما يريح الهاب من عدهم. الله الله يا صفوان، تعيش.
ريح الهب من عدهم مر وجيب نشايم عطور من عند الأحباب. أي أبا تعيش يا غزوان. أي والله تعيش. والعاد مر لي بالأحباب يريح له بيت يمي واللي يبوه يبو عليك يا محمود. أي والله تعيش. ايش عزيز بالاحباب 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 والعاني مرني بالاحباب. اي والله مرني بالاحباب. الله 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 الله. والكافيكم غياب لا يا ولا عيون كافيكم غياب ولشوفكم مشتاق غالي. الله الله لا يا ولا يم الخل الما حقيت يميل همال وعليهم وعليهم دوم ضيب العين همال. من شفت حاضر وعلي والي يا والي عجزت من شفت حاضر ضعان. اها جزت من شفت حاد الضعن يا ولي ام عمال يتغاضى وما يرد النجوال. هيا ابا هي لا يا والعاد ريض يا حادي تاساي للمجفين يمي ول يمي ول تاساي للمجفين. الساعة معود يا ان يا ولو اوف 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 عفو دادي حويجة. اي والله غرب يا غزوان تعيش. اي شو بعز. اي والله طور الحزن. يا أبا سعي ما تفعل تنامي ما تفعل تنامي لا يول ما تفعل تنامي ما 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 تفعل تنامي
والله هذا والفت عين الشهر يا معودين يا ولو تفعل تناميه والله ترقب دروب الولف يا معودين يا ولو الله الله اوف اوف هالكل الفهامي هالكل الفهامي وترقب دروب الولف يا هاني هاني سلامتكم الله 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 طبعا التحية لشاعرها أبو سعد على الجاسم الله يحفظه أبو سعد الحويجة تعيش بارك الله بك يا غزوان وتسلم يا صفوان طابت أنفاسكم إن شاء الله ما شاء الله عليكم أجواء جميلة جدا بعد أن سمعنا لصوت أخونا غزوان وآلة المطبق من على أنامل وأنفاس أخونا صفوان ننتقل إلى الأبيات القصيد مع شاعرنا محمد الصالح حيا الله أخوي محمد ما نزيد بالترحيب على خالب وضاح والجماعة ما قصروا والله محييكم الله يحفظك أخوي محمد وطبعا قصيدتي ما نتخلى عن قضيتنا اللي هي داعش اللي طبعا هي صفحة سوداء بوجه كل من تعامل له بأدونشي نعم فالقصيدة راح تحكي كل شيء ونقول شي يفيد الحكم للدافن حيود اي وشي يفيد نحلف انهم دواعش ولدنا شلون ياكل بيهم الدود وخواتل دربت كل يوم طارش يجولون وبعضهم صار مسنود ولا يقدر احد بيهم يناقش بسبب لوقيتنا اللي وجيهم سود يتلقاهم يهلوا بيتفارش لا ترضون بكل من جاكم يقود ترى حتى الحديد نشوفه هارش وذكركم يا ولا الثار مريود وترى الطق زين ما ينفع تحارش مثل ما ذبحوا واليدنا نجود بفشق عجاهم ولو كان طارش اذا محمود يترك ثار عبود عليش يضل عجل مسعود عايش عليش يضل عجل مسعود عايش وما يحتاج ما يحتاج بسمة ذل الانسان وترى النسيان احيانا مصيبه نسوا ثاراتهم عافوها يا حيف وبنت ذباحهم صارت حبيبة إذا ينسى منجل بسمات الإشفاه الحالة تخز هذه شقد غريبة قرايب صاروا وزادوها الجروح والقلب موجوع واستجهد طبيبة فكر بالعواقب وانسى الأخوان إذا صارت علاقتكم جريبة إذا سألوا جهالك إذا سألوا جهالك خالكم وين هي نتصير يا الغالة المصيبة إذا حساس راح تطمه القاع يحس منين وخواله معيبة لأن طيبة الولد موصول بالخال وخاله مرهم ومعروف طيبة القبل داعش تجوز قلنا معذور ورا داعش تناسب هذه خيبة مبارك عرسك انت وألف مبروك وعساها الخير هو دايم يصيبه والبعض البعض ينتر هذول عراضنا يقول من أجل صوتي انتايم لاه جيبه يا خايب يا عريض يا قيم يا بطيخ كذبكم واضح وقد بان عيبه إذا تنسى الزلم واجتثب الجبال عرض داعش عرضكم روح جيبه ولكن ابشروا بذلة ومهانات وبشرب داعش أخرى وهم جريبة وبشرب داعش أخرى وهم جريبة الله لا يقولها إن شاء الله صح الله لسانك تعيش وتسلم أخويا محمد بعد أن سمعنا لهذه الأبيات انتقل إلى مناقشة حول موضوعية طبيعة هذه البقاع ما شاء الله يعني هذه البقاع من المفترض أن تكون محط ترفيه لأهالي هذه البقاع الطاهرة لا سيما في الأيام الصيفية فنتكلم عن هذا الموضوع مع أخويا محمد الحلبوس حياك الله أخوي محمد بسم الله الرحمن الرحيم بداية نرحب بقناة سامراء الفضائية المتمثلة ببرنامج ترحيب حياكم الله بين حياك أهلكم وناسكم وشرفتونا وهذه مناسبة طيبة أنه نلتم وأن يكون هذا اللقاء لقاء مبارك ولقاء قيم بوجودكم بروح إن شاء الله المحبة والتسامح والأخوة بين جميع أبناء الوطن
بارك الله فيك. حياكم الله من صلاح الدين، وحيا الله كل من يجي من كل محافظه. والنعم والنعم. فهذا داركم وهذه اخوي محمد سعيش. احنا 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 هذا الجمع المبارك وهذا اللمه المباركه هو هذا العراق. نعم. هو هذا المعهود انه العراقي متسامح كريم محب للسلام محب للاخوه. هذا المنطقه اللي احنا نقعد حاليا على ضفاف شواطئ دجله. نعم. هذه لولا فضل الله عز وجل اولا ثم بالله. فضل القوات الامنيه البطله المتمثله بالجيش العراق الباسل. نعم. الذي له تاريخ عريق وصولات وجولات مع الاعداء ومع الطامعين. نعم. ومن ثم ابطال قوات الشرطه الاتحاديه البطله اللي هم متمركزين ايضا بالقاطع. اي أيوة والله تحياتنا لهم. ابطال الحشد الشعبي من ابناء المنطقه وابناء المناطق الاخرى وكذلك ابناء الحشد العشائري. هذا المكان من اجمل المناطق، يعني لو هناك حكومه او هناك دعم. نعم. موجه لهذه المناطق من قبل، وانا من خلال قناتكم الموقره احب ان اوجه رساله للقائمين والمسؤولين ان يكون لهم نظره حول هذه المناطق. نعم. مناطق شواطئ السواحل شواطئ دجله، مناطق عندنا منطقه اخرى سياحيه جميله جدا ترفدها السواح والمناسبات والأعراس والسفرات من جميع المناطق، حتى من محافظة كركوك ومن مناطق أخرى من قضاء الحويجة والقرى المجاورة. نعم. شواطئ نهر دجلة في قرية الشجرة، في قرية الشجرة ممتدة نزولا إلى قرية الوردية وقرية الحوائج ومنطقة السبتي. أها. مناطق سياحية يرفدها كل السواح وتجمع المناسبات. ومن خلال هذا المنبر أحب أن أوجه للمسؤولين أن يكون لهم لفتة وانتباه لهذه المناطق لتجلب السواح وتجمع الأحبة والأخوة والأصدقاء. نعم. منطقة قرية الشجرة تعتبر، أني أريد أتحدث لكم نبذة قصيرة أو قصيرة عن الشجرة. نعم. الشجرة منطقة يعتبرها الشاطي، هي مركز الشاطي، مركز قرى الشاطي. هذه القرية بها أسواق، بها محلات تجارية يرفدها من جميع القرى المجاورة لها. نعم. هذه القرية ينعم أهلها بالأمن والاستقرار مثل ما قلت لكم بفضل الله عز وجل. نعم. ومن ثم فضل هذه القوات الأمنية. قرية الشجرة قرية متحابة متآلفة متكاتفة بينها وبين أبنائها. نعم. ما يكون خلاف إذا ما بالسرعة الممكنة يقوم مشايخنا جزاهم الله خير الجزاء، الله يجزاهم خير، بالمتمثلين بمشايخ القرية أن يكونون أمام هذا الخلاف ويتلاشى هذا الخلاف. نعم. وتتم المصالحة. وأنتوا شفتوا لاحظتوا شفتوا القرية وأبناء القرية كيف هم متكاتفين. أي بالله. بعيدين عن المشاكل عن العنصرية عن الطائفية، نحن مرينا بفترة عصيبة ضحينا بأعز ما نملك. أي نعم. هم أهلنا وناسنا من مشايخنا من شبابنا اللي هم بريعان شبابهم، تركوا خلفهم عوائل. نعم. أرامل تركوا كاهل على المجتمع وعلى القرية، ولكن بحمد الله عز وجل وبفضله وبسواعد الغيارة من أهل القرية وبمجموعة خيرة ونخبة طيبة من مشايخنا ومن شبابنا قاموا بكفالة هؤلاء الأيتام ودعمهم الشهري وتوفير لهم القوت والمعيشة. ما شاء الله. وحتى في يوم من الأيام أن هناك عائلة أو عوائل فقيرة قامت القرية ببناء بيت لكل من متضرر ودعمهم. وهذا الشيء بالمناسبة إحنا المفروض الحكومة المركزية أو الحكومة المحلية أن تكون لها نظرة ولو قصيرة ولو بسيطة باتجاه هؤلاء الأطفال الأيتام، باتجاه هؤلاء العوائل المتعففة. نعم. ولكن نحن بسواعد أبناء قريتنا وجزاهم الله خير الجزاء المتمثلين بشباب وخيرة الشباب اللي هم قائمين، ولا أريد أن أذكر اسم أحد منهم حتى ما أنسى أحد أو أزعل أحد، لأنهم كثيرين متمثلين بنخبة خيرة يمثلون وطن، يمثلون حكومة مركزية في هذه القرية. نعم. هناك سجل، هناك قوائم، هناك برنامج، هناك أي شيء. بعدين ما شاء احنا الله. أيضا قرية الشجرة
برغم ان هذا الثقل اللي هو على عاتقهم برعايه هؤلاء العوائل او هؤلاء الايتام، ايضا هناك في مصلحه القريه من شوارع من كهرباء ومن ماء، حتى عندنا مشروع الماء هو على كاهل القريه، القرية هي اللي تقوم بصيانته بتصليح العطل الموجود. فنحن وكأنما دولة تدار بفضل الله عز وجل، ثم بفضل هؤلاء الشباب الغيارة والمشايخ الكرام ودعمهم إن شاء الله لنا. ويعني أحب أن أوجه لهم رسالة، أقول لهم حفظكم الله وسدد خطاكم ورعاكم وأبقاكم على هذا القلب الموحد وعلى هذه الكلمة الموحدة. وكما أخص أيضا القرى المجاورة، قرية غريب، قرية الوردية، كلنا واحد، لحمة واحدة، نحن عشيرة البوجحش، عشيرة عريقة لها تاريخ متمثلة بمشايخها ببيوتها العريقة. والنعم والنعم اللي لازم ما ننكر هذا الشيء، ولكن نتمنى ونستود أن تحذو هذه القرى حذو قرية الشجرة إن شاء الله المتمثلة بهذا الشباب الرائع. فمن خلال منبركم أحب أن أوجه رسالة للسياسيين، لحكومة بغداد المركزية، لحكومة كركوك، أنه هناك لدينا أبناء فقدوا خلف جبال حمرين وخلف جبال مكحول. من كان منهم داعشي فله القصاص العادل، ومن كان بريئا فنتمنى أن يطلق سراحه وأن يثلج صدر أهله وأمهاتهم تنتظرهم على أحر من الجمر. من كان داعشي فله حكمه وقصاصه العادل. لا نريد أن تعود تلك الفترة المظلمة مرة ثانية، وأن نترك هذه الديار ونترك بيوتنا وأهلنا ونتغرب في بلدنا. نتمنى أن تصل رسالتي وهذه رسالة كل أهالي قرية الشجرة وكل عشيرة المجعش وكل المفقودين، أن تكون هناك نظرة والتفاتة للسادة الذين لهم كلمة الفصل في حكومة بغداد، أن تعيد النظر وتدقيق الحكم القضائي. من كان داعشي فحكمه القصاص، ومن كان بريئا ليس بذمته إلا ما ادعى عليه المغرضين. فنتمنى أن يطلق سراحه ويثلج صدور أهلهم. وأحب ولو أطلت عليكم أن أوجه من خلال منبركم سلامي وتحياتي لأخي الشيخ محمد السلمان المهدي أطويل شيخ العكلي، وأحب أن أوجه سلامي وتحياتي لجميع الحضور والقائمين على هذا البرنامج. الله يحفظك. وعذرا عن الإطالة، والسلام عليكم. بالعكس، الله يحفظك، تعيش وتسلم، ونعم المشاركة والمداخلة. بارك الله بك على هذا الكلام الجميل. مثل ما أشار أخونا محمد، إن شاء الله يا رب إذا كان هنالك أشخاص مثل ما أشار أنهم فقدوا من على جبل حمرين، فالبريء ما إلو إلا مكان أهله، والمجرم ما إلو إلا القصاص العادل. شكرا يا أخوي محمد على إيصالك هذه المناشدة. راح نستمر وياكم أهلنا الكرام برفقة ضيوفي المبدعين، بس نروح الفاصل ونعود وياكم، خليكم ويانا. من
عن الدرجاف على حيود الغدا وجو الدروب. انا همين الدمع يا ويلي. Thank you.
حياكم الله مرة ثانية أحبتنا المشاهدين، عود وإياكم إلى الصوت الجميل، صوت أخونا غزوان العبيدي وآلة المطبق برفقة أخونا المبدع صفوان. أخوي غزوان حياك الله. حيا ودوم. غزوان أنا عندي مطلب جماهيري أنه سمعنا من أبيات أخونا الشاعر علي جاسم البريش أبو سعد. تبشر. يقال أنه يكتب لك من الأبيات القصيدة الزين. نعم. إي والله يا غزوان تعيش. إن شاء الله تعيش بعز. تعيش يا أخوي. شفيها الوريد والدان يا ابو خدين، شفيها الوريد والدان. هي هي لا يا ابو خدين، شفيها الوريد والدان، جروحي جروح من جفاك ولمن ودان. اي والله لمن ودان سلامي سلام للغوالي والأحباب، والعاد نرسل سلامي وينسو مريح يمي ولي سلامي ولا النوب دامي ولا النوب دامي ولا الجريح الجرح دامي جرح دامي دوا شوف الزين يا ولو الجريح 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 يا ولي أجرح دامي عاني سواه ما ملن عاني سواهين يمه يا ولا حراير ما 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 ملن عاني سواهين. الله الله لا يا ولا عيون حراير ما ملن عاني سواهين عفاف عفاف الدهر بالفرق سواهين. زمان الشوم يا ولا يما زمان الشوم يا وسفه سواهد تعيش يا غزوان تعيش بعز. لا يا ولا عيون زمان الشوم
الشؤم يا وصف السواهين نزايل نزايل وسكن دار الجناب لا والله شما هلت دموع لحد يلوم العين يمي ولي القلب مجوع اي والله شلون الا القلب موجوع من شال جار سرور يمي ولي يا الله تعيش يا غزوان تعيش يا صفوان بارك الله بكم تعيشون وتسلمون اخوي غزوان واخوي صفوان الله يديم عليكم الابداع ان شاء الله قبل الختام نعود بالكلمه لاخونا المعزب ابو الضاحي يلا شيخي تحيا وتبقى العزيز نشكر ما ننكر بارك الله بك دارك الله محييكم الله يسلمك نجدد ترحيبنا بقناة سامرة الفضائية وبرنامج تراحيب بارك الله بيك والله محييكم وهلا بيكم من أهلكم إلى أهلكم يا بعد راسي ويا الله محيي الضيوف اللي رافقوكم وتمثلون بالشيخ أبو مصطفى عبد الرحمن حامد المساري أي والله والأخوة غزوان العبيدي والأخ مردان العبيدي والأخ أبو علاوي حسين الصالحي الله حيهم ونرجو منكم أن تعذرون على إذا بدر تقصير كفيتوا وفيتوا متفضلين متفضلين يا أبو جيتكم بارك الله وجيت بيك. القناة وجيت البرنامج والقائمين على البرنامج والله محييكم وهلا بيكم وكل الهلا بيكم الله يحفظك بارك الله بيك وإحنا أيضا نقدم لك الشكر باسم أخونا وشيخنا أبو مصطفى وكل من حضر من صلاح الدين وباسم كادر البرنامج كل الشكر موصول لكل الأخوة اللي شرفوني بهذه الجلسة من على ضفاف دجلة الخير تقبلوا تحيات كادر العمل أنا محدثكم محمود الدهيمة وفي الإخراج الأستاذ أيهم الفارس نلقاكم في الأسبوع المقبل في أمان الله ترحيب ترحيب I'm gonna make you mine.